خلينا نتكلم معاكم عن بعض الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي كمان بالتحديد. والخبر الاول معانا هو خاص بنجم نجوم النادي الاهلي خلال الفتره السابقه كلها، وليد سليمان، لاعب كبير جدا وادى موسم اكثر من رائع مع النادي الاهلي في مختلف البطولات بالذات من بدايه هذا الموسم. الراجل طبعا مرشح ضمن القائمه المختصره لافضل لاعب في افريقيا، ده طبعا طبقا للتصويت اللي هيكون متواجد من خلال المرشحين المتواجدين في هذه القائمه المختصره عن افضل لاعب في افريقيا 2018. التصويت بيكون من خلال اللجنه الفنيه ولجنه التطوير بالكاف، وايضا فضلا عن خبراء الاعلام واساطير الكره الافريقيه ومدربي الفرق، يعني مجموعه من الناس والمدربين اللي هيكون لهم دور في التصويت على افضل لاعب داخل القائمه او داخل القاره الافريقيه بالتحديد. خلينا نقول القائمه المختصره لجائزه افضل لاعب في افريقيا: النيجيري اليكس ايوبي لاعب ارسنال الانجليزي، الكاميروني اندري اونانا لاعب اياكس امستردام الهولندي، ايضا التونسي انيس البدري لاعب الترجي التونسي، والاوغندي دينيس اونيانجو نجم فريق سان داونز الجنوب افريقي، كمان المغربي مهدي بن عطيه طبعا المدافع الكبير ونجم فريق يوفنتوس الايطالي، ونجمنا المصري الطبيعي طبعا جدا لاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، كمان الجابوني بيير اميريك اوباميانج طبعا لاعب ارسنال الانجليزي، وكمان الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، ساديو ماني السنغالي طبعا نجم ليفربول وزميل محمد صلاح، والمصري وليد سليمان. ان شاء الله نتمنى التوفيق سواء لمحمد صلاح او لوليد سليمان، نجومنا طبعا المصريين واللي تالقوا في الملاعب المختلفه سواء المنافسات الافريقيه او حتى المنافسات العالميه بالنسبه لمحمد صلاح. طيب بالنسبه لاخبار الفريق، يعني خلينا نقول ان النهارده كان في محاضره اخيره او هيكون في محاضره اخيره للاعبي النادي الاهلي من قبل الجهاز الفني بقياده كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الاهلي، وللحديث على بعض النقاط السلبيه والايجابيه لفريق جيما الثقيفي، طبعا اللعب على هذه النقاط القوه ونقاط الضعف وأهمية الفوز في هذه المباراة. محاضرة تكون معتادة قبل أي مباراة بشكل عام، مش بس المباريات المهمة، وأكيد هتكون محاضرة مهمة جدا جدا بالنسبة للاعبي النادي الأهلي اللي هم يعني 16 لاعب بس. فريق النادي الأهلي كان عنده 23 لاعب قائمة مبدئية ليه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وده كان إجباري وكان لازم يأيد 23 لاعب، وساب 7 أماكن لطبعا الانتقالات الشتوية أو حتى تحسبا لقيت بعض اللاعبين اللي ممكن ما يكونوش يتأيدوا في البداية. للأسف عندنا 6-7 لاعبين غايبين عن هذه المباراة سواء للإيقاف أو للإصابة، فبالتالي هم 16 لاعب بس المتواجدين في قائمة النادي الأهلي وكلهم هيكونوا في المباراة النهاردة. كمان كابتن محمد يوسف ليه تصريح مهم جدا وقال: درسنا فريق جيما جيدا ونحترم كل المنافسين، وده شيء مهم جدا جدا لأن عدم الاستهانة بفريق جيما الأثيوبي شيء هيكون مهم جدا، لأن الاستهانة دايما ممكن تجيب نتائج عكسية احنا طبعا ما نتمناهاش خالص بالنسبة للنادي الأهلي، اللي إن شاء الله بإذن الله يقدر يبتدي بداية قوية من خلال مباراة اليوم. فبالتالي إن شاء الله كان كلام مهم جدا من قبل كابتن محمد يوسف، مش بس كمان كابتن محمد يوسف لأيضا كابتن السيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي.